أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة مسافرون العرب. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن طريقة الحصول على فيزا سورينام لسنة 2020. الأوراق المطلوبة للحصول على فيزا سورينام لسنة 2020: أولا جواز سفر ساري مفعول، اثنين صورة لجواز السفر أو صورة لصفحة المعلومات لجواز السفر، ثالثا تذكرة ذهاب وعودة، تذكرة طيران ذهاب وعودة، رابعا حجز فندقي مؤكد، وخامسا صورة شخصية خلفية بيضاء، وسادسا وأخيرا تسديد رسوم الفيزا عبر الموقع الإلكتروني وهي $40. الآن سوف نتعرف على الدول العربية التي يمكن الحصول على فيزا سورينام الإلكترونية: أولا دولة مصر، ثانيا المغرب، ثالثا الجزائر، رابعا تونس، خامسا السعودية، سادسا البحرين، سابعا الكويت، ثامنا قطر، تاسعا الأردن، وعاشرا لبنان، وغيرها من الدول العربية. كلهم يستطيعون الحصول على فيزا سورينام عبر الموقع الإلكتروني بمقابل $40 أمريكي. طبعا مدة صلاحية الفيزا أو التأشيرة 90 يوم أو 3 شهور يعني. ثاني شيء، مدة الحصول على الفيزا واستلامها 72 ساعة، يعني 3 أيام تقريبا، 3 أيام أو يومين وكذا يعني، في حدود هذه. إلى هنا نكون انتهينا من الفيديو. أتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أتمنى أن تقوموا بالضغط على زر لايك للفيديو واشتراك في القناة وشيء لكي يصلكم جديد الفيديوهات والمعلومات حول فيزا العالم، فيزا الدول حول العالم. وإلى هنا نكون انتهينا، والسلام عليكم. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.